انا ابتديت ان انا عملت حاجه جديده اول مره تكون موجوده في مصر، هي كاستمايز يور جينز. يعني انت تقدر، اي حد يقدر ان اي جينز باي كات هو عاجبه باي ديزاين انا بعمله من اي تو زد. في مثلا سامبلز الديزاينز انا عملتها اوريدي، وفي بقى لو الحد اللي جاي في اي ديزاين في دماغه شافه في براند مثلا كبير او شافه عموما، انا بقدر انفذه. بنفذ اي ديزاين اي حد عايزه، عباره بقى عن ستراس، جبر، كاتنج، اي حاجه. عندي جميع انواع الجينسات بجميع درجات الوانها، هي بتنقي الدرجه اللي هي عاجباها وبالكات اللي هي عاجباها، بنظبط المقاس، بعد كده بنختار الديزاين سوا، بعد كده بتبتدي بننفذ. باخد من 5 ايام لاسبوع، ده الستاندرد، بس ممكن طبعا بتبقى اقل من كده، بس ده الستاندرد بتاعي. هنطور فيها ان مثلا هيخش ماتيريالز تانية مختلفة، كل ما ده بكتشف ديزاينز تانية جديدة بعملها، بكتشف كات جديدة. بحاول ان انا دلوقتي اللي جاي ان انا بعمله ان انا بعمل كات جديدة بتاعتي انا، ان زي بنطلونات القماش العادية اللي بنشوفها مثلا بحزمة او بحاجات من قدام تتعمل على جينز. الناس شوية ممكن مش مستوعبة الفكرة، هي بتخش تشوف بنطلون عاجبها، طب انا ممكن ده في مقاسي، لا حضرتك احنا ممكن نعملك مثلا ديزاين اللي انت عايزاه، تلاقيها مش فاهمة الفكرة شوية وتقوم ماشية، مع ان الفكرة أسهل بكتير. إن أنت ممكن تبقى البنطلون عاجبك بنفس الديزاين، بس مثلا عايزاها على درجة أفتح، عايزاها على كات تانية، فأنا بعملك كل اللي أنت عايزاه. فأنا بس ديت المشكلة اللي عندي، الناس شوية مش مستوعبة إن أنت بتختاري بنطلون بعملك الديزاين اللي أنت عايزاه كله. الفكرة إن هي فكرة جديدة مش موجودة في أي حتة، دي كانت أول مرة تتعمل في مصر.